جامعة سوهاج نظمت احتفالية كبيرة بمناسبة ذكرى 30 يونيو، وكمان كان في من ضمن الفعاليات ندوة توعوية للطلاب عن الجمهورية الجديدة والتحديات اللي واجهتها الدولة خلال التسع سنين اللي فاتوا. خلونا نعرف تفاصيل أكتر. معانا عبر الهاتف دكتور حسان النعماني، نائب رئيس جامعة سوهاج. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذ محمد وكل المشاهدين. يا اهلا بحضرتك. في البدايه عايزين نتكلم مع حضرتك عن الفعاليات اللي كانت موجوده في هذه الاحتفاليه. هو حضرتك الفعاليات اللي كانت موجوده فعاليه منظمه يعني قامت بها طلاب نجل مصر جامعه سوهاج، ودي كنا منسقين لها ومعدين لها اعداد جيد، بحيث نذكر أبنائنا الطلاب لأنهم كانوا ساعتها سنهم 10 سنين، فعشان نذكرهم بثورة 30 يونيو واللي حصل فيها وما قبل الثورة من دمار شامل لمصر، وجاءت ثورة 30 يونيو وتم إنقاذ الوطن ورجعت مصر إلى وضعها ومكانتها وإلى حضن أولادها بقيادة الزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان ساعتها القائد العام للقوات المسلحة. وعلى هامش هذه الاحتفالية كان هناك اللواء كان حرب حافظ محمود حافظ، الرجل الوطني رجل القوات المسلحة، أعطاهم محاضرة جميلة جدا عن ما حدث قبل ثورة 30 يونيو وثورة 30 يونيو وما بعدها من إنجازات على مستوى مصر، من أول الدلتا اسكندريه او مرسى مطروح لغايه اسوان ومن الشرق للغرب وما فيها من انجازات تمت في خلال 9 سنوات تعادل 50 سنه، ونحن شاهدين على هذا العصر. اذا كان اللي بنى مصر في العصر الحديث محمد علي والرئيس السيسي ومن معهم الرجال اقوياء اشداء رجال مصر بنوا مصر الجديده، اللي بيحصل ده حلم ما كناش نحلم بيه خالص، من انجازات على كل المستويات، صحه وتجاره وزراعه وصناعه واصلاح اراضي واسكان ومباني، كل ده تم عرضه للطلبه عشان الطلبه تبقى واعيه، عشان ما حدش يستدرجها وما حدش يضحك عليها، ولانه حاليا دلوقتي زي ما قال الرئيس ان احنا المشكله مش الحرب اللي هي بالسلاح ولا وجه لوجه ولا، لكن الحرب هي حرب في المخ وحرب ازاي يستولى على ذهن الشاب المصري وازاي يسيطر عليه وازاي يبين له ان الانجازات دي مش انجازات والعكس. فهي كانت فكره التشكيك يعني يا دكتور حسان. طيب دكتور حسان، كانت ايه ابرز الافكار اللي كنتوا حريصين ان انتوا تطرحوها خلال هذه الاحتفاليه، وايضا طريقه عرض هذه الافكار؟ هو حضرتك ابرز الافكار هي كانت فكره الانتماء، ازاي تحب بلدك وازاي تحافظ عليها وازاي الانجازات اللي هي موجوده حاليا دلوقتي الناس تعرفها وتعيشها وتحافظ عليها وازاي تنميها، يعني كل واحد في مكانه وكل واحد في قريته وكل واحد في شارعه حياه كريمه اللي هي موجوده دي في الشوارع وفي القرى، من صرف صحي ومباني خدمية للمواطن بدل ما كان بيسافر ويركب مواصلات وكده عشان يعمل بطاقة ولا يعمل مثلا شهادة ولا يسجل نفسه ولا مرور ولا بقت كلها عنده في البلد. فهو ده الثقافة العامة، الانتماء وحب الوطن، هي دي كانت كل الأفكار أو اللي احنا كنا مركزين عليها قوي، لأن الوطن لابد من حماية له، والحماية ليه عن طريق الشباب اللي في السن 19 و20 و21 و22 اللي هو سن الجامعة، لأن الجامعة هي مصنع اللي بيفرغ الرجال بعد ما بيخلص الشهادة بيروح الجيش، وبالتالي هي المكان الجامعة ده هو مكان اللي يتعلم فيه الطالب الانتماء والولاء والعلم والثقافة والفكر والرؤية وكده. كل الشكر ليك يا فندم دكتور حسان النعماني، نائب رئيس جامعة سوهاج.